كانوا مناسبة لنقاش عملية الإصلاح ولكن نقاش النقاش كذلك ديال هذا البرنامج الطموح ديال الواش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية واليوم بدينا اجتماعات يعني مع النقابات الأكثر تمثيلية واللي كان يعني جد إيجابي حيث أن ميزانية الدولة لن تتحمل لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والابقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفه الكامله نظام المقصه وبالتالي وبالنظر الى ضعف الانصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيره والهشه وبعد شروع الحكومه في صرف الاعانات المباشره ابتداء من ديسمبر 2023 ستعمد على تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصه والذي يمثل تقليصا تدريجيا جزئيا جزئيا محددا زمنيا ما بين 2024 و 2026 غادي يوقف الاستكمال غادي يوقف لا دي كومبونساسيون يعني ما ما نبقاوش نزيدوا في لا في سميتو في 26 الاستكمال تمويل اجراءات واش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للاسر بانه ما غيكونش تحرير غادي يكون تسقيف وغادي تعمل على على عامين ولا على ثلاث سنين هاد 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 لي بتيت زوغمونتاسيون اللي غادي يكونوا غادي نتكلم عليهم من بعد وغادي يبانوا الناس وفي 2026 احنا ما غاديش نحرقوا زعما ما, ما غاديش نحرقوا كل شيء وما غاديش نحيدوا الدعم كل شيء الدعم الكبير غادي يبقى ولكن المساهمة ولا سوليداريتي يعني خصها تكون من عند ال يعني الطبقات الاخرى وهنا يمكن نقدموا بعض الامثله باش يكون داكشي واضح للمواطنين المثال الاول المثال الاول لا سي عبد الله متبع معايا متبع معايا اليوم تبع معايا المثال الاول ديال واحد الاسره يعني كتستوفي العتبه ديال الاستفاده من الدعم. لان يعني كاين واحد العتبه كتجي كتقيد في ويجيست ناسيونال ديال لا بوبيلاسيون، خاصك تمشي للويجيست سوسيال اونيك السجل الموحد. هذاك السجل الموحد كيشوفوا المداخل ديالك وكيعطيك واحد ل... واحد, واحد ل... يعني واحد ليكواسيون، اذا كانت عندك الحق راه كتاخذ ما غاتشوف لا ما غاتشوف حتى شي واحد قدامك اللي غادي يقول لك واش عندك الحق ولا ما عندكش الحق. سي لا ماشين كي فاكالكولي شكون اللي عنده شكون اللي ما عندوش في المستقبل ف الا كان عندك اسمحوا لي اوسا كت كتستوفي العتبه عند عندها العتبه ديال الاستفاده من الدعم عندها ثلاثه ديال الاطفال عمرهم اقل من 21 عام كيقراو بثلاثه ابتداء من ديسمبر 2023 وبالمناسبه هاد الناس اللي عندهم اكثر من ثلاثه ديال هذا تقريبا نص ديال ديال هاد هاد, هاد, ال هاد المواطنين المستهدفين لا تقريبا ديالهم عندهم اكثر من ثلاثه ابتداء من ديسمبر 2023 هاد الاسره غادي توصل مباشره في الحساب البنكي ديالها ولا عن طريق وكاله الصرف بدعم ديال 600 درهم يعني كل شهر يعني 200 درهم كل طفل لان وفات 500 درهم دوك نحسب ليه 200 200 200 وغادي يبقى الدعم كيتزاد كل عام حتى يوصل ل 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026 دونك هذا العام اللي غادي يفوتوا غادي يبدا يوصلوا يعني 900 درهم ونفترضوا نفترضوا ان هذه الاسره كتشري واحد بوطه كبيره بوطه كبيره ديال الغاز حاليا حالا الثمن ديالها 40 درهم أه هي في الحقيقه كتسوى لا لا 130 فوق 130 140 درهم ياك دونك الدوله يلاه المواطن كيخلص 40 والدوله كتاخذ البقيه وسبوزون بانه ابتداء من افريل نخليو شويه الناس حتى يبداوا يدخلوا يعني ال الامكانيات وهذا بداو يدخلوهم تسناو واحد ثلاث شهور الى الى كانت ابتداء غادي تزاد واحد 10 دراهم مثلا في كل عام في يعني في في القاعه ولكن حنا في 2026 سي لو ماكسيموم ما نقدروش نفوتوه غنفترضوا 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 اسقيو معايا انا حيت سي ليميتي فالمق... في المقابل في المقابل الدعم ديال هذه الاسره اللي هو كيف قلت 600 ديال الدرهم 600 درهم في 2023 غادي يرتفع ل 750 في 2025 وغادي يمشي 900 ديال الدرهم شهريا ابتداء من يناير 2026 بمعنى اكثر من 10000 ديال الدرهم في العام المثال الثاني ديال الاسره كتستوفي العتبه ديال الاستفاده من هاد هذا الدعم. هذا هذه الاسره فيها الاب والام وربعه ديال الداري كلهم كيقاروا السن ديالهم قل من 21 عام. واحد من ال... من الاطفال جابت الاقدار انه في وضعيه اعاقه. هذه الاسره غادي تاخذ مباشره ابتداء من 2023 دعم شهري ديال 736 درهم. وغادي يرتفع تدريجيا باش يوصل لاكثر من ألف درهم ابتداء من يناير 2026، والفكره اللي بغيت نوصل هي ان الدعم المباشر الممنوح يعني سيفوق بكثير يعني مستوى القيمه التي سيتم بموجبها بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصه مره اخرى انصافا للاسر المستحقة للدعم سيدات السادة النواب محترمون، المحترمون حنا كنا اليوم على الإصلاح بالتدريج بروغريسيف وهذا الشيء في الخطاب ديال 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 صاحب الجلالة وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة لحماية الطبقة المتوسطة والتي نحن عازمون ان شاء الله على مواكبتها حنا اليوم كان عندنا النقاش مع النقابات بثلاثه وقلنا بان كاينه يعني الطبقه المتوسطه ووعدناهم بانه غادي نجلسوا معاهم قبل اخر السنه ونجيو معاهم واحد البرنامج باش هذه الطبقه حتى يكون عندها يعني في لي مع النقابات بعض الحلول ان شاء الله غادي نجيو بها وهذا شيء ايجابي وكما ما غادي نساو حتى أنا ما كنصفقش أغتنم سي أرجوك أغتنم هذه الفرصة لاذكر أن الحكومة بعد بعدما عملت في إطار حوار اجتماعي على الرفيع ولهذا الغاية يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر التي نقدمه أمام أنظاركم اليوم والذي يخص 60% من الاسر غير المشموله حاليا بانظمه الضمان الاجتماعي والمستوفيه لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد هناك ثلاثه ديال الاجراءات اللي هي اساسيه اول اجراء هو دعم الدعم الاجتماعي المباشر للاسر المستهدفه اللي عندها الابناء يتعلق الامر بمنحه شهريه عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنه وذلك وفق الشروط التاليه منذ ولاده ولادته والى غايه خمسه سنوات يمنح كل طفل دعما قيمته الشهريه نبداو 200 درهم في 30 ديسمبر 2023 وتستمر خلال 24 ونديرو 250 درهم في 2025 ليتم رفعه الى 300 درهم شهريا للسنوات الاخرى ابتداء من سنه 2026 من عامين. اما اما بالنسبه بالنسبه للاسر التي يتزاوج عدد اطفالها ثلاثه وعلى غرار التعويضات الممنوحه لاجراء القطاع الخاص فستتلقى اضافه لذلك دعما شهريا يقدر ب 36 درهم بالنسبه للطفل الرابع والخامس والسادس هذاك الشيء اللي كاين في ليزاكوم على سي ان بالنسبه للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسه و21 عام في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعيه اعاقه على 300 درهم في 2024 و400 درهم شهريا في 2026 هاد يعني هاد لي مونطون كلهم شهريا وتعزيزا لمكتسبات فئات اطفال النساء الارامل المستفيدين سابقا من برنامج دعم وستواصل الدوله منح 350 درهم شهريا عن كل طفل الى غايه نهايه سنه 2024 ثم 375 درهم عن كل طفل سنة 2025 و 400 درهم ابتداء من سنة 2026 واستدامة للآطار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعها لمواصلة التمدرس تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة خصنا ندفعوا بالأباء بأنه يعني يقرروا, يقرروا ثانيا ثاني اجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للاسر المستهدفه التي ليس لها اطفال او يتجاوز سن هؤلاء الاطفال 21 عام خاصه من الاسر اللي عندها اشخاص مسنين على الشارج ديالها فتستفيد هذه الاسر من منحه زجافيه تبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من اخر ديسمبر 2023 <applause> وتجدو الإشارة السيدة السادة اللواء محترمين إلا أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي أن بوكلي سوسيال حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 ديال الدرهم حتى هذاك الطفل اللي غادي نوصلوا ليه في 2026 واللي عنده 300 درهم والعائلة ديالو يلا عندها طفل واحد لو مينيموم اللي خصهم ياخذوا هو 500 ديال الدرهم إذا عملنا نمط ديال الحساب باش إلا كانوا جوج ديال الأولاد ولا ثلاثة ولا أربعة شحال غادي يكون في المستقبل ولكن من الان يعني البرنامج الملكي كيعطي 500 ديال الدرهم يعني كمينيموم لهذه الاسره كما ان قيمه الدعم الاجتماعي المباشر لكل اسره مستهدفه يمكن ان تصل الى اكثر من ألف درهم شهريا اخذا بعين الاعتبار تركيبه كل اسره خاصه عدد اطفالها بمعنى ان الاسره مثلا اللي عندها طفل واحد غادي توصل مباشره كما قال ب 500 درهم شهريا ابتداء من اخر ديسمبر والاسره اللي عندها جوج ديال الاطفال وكيقراو غادي يوصلهم 500 درهم ابتداء من اخر هذه السنه لان يعني هي المينيموم اللي غنبداو وغادي يوصلوا 600 درهم ابتداء من سنه 2026 يعني 300 في 300 وبالنسبه للارمله المستفيده المستهدفه قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم وخا تقلبت قبيلة على 350 درهم غادي توصل اوتوماتيك مو دابا لو مينيموم اللي هو 500 ديال الدرهم وهذا الشيء إذا عندها طفل واحد ابتداء من آخر هذه السنة وإلى عندها جوج الأطفال غتوصل 700 ديال الدرهم وإلى في 2024 و800 ديال الدرهم في 2026 وإذا عندها ثلاثة ديال الأطفال هاد الأهملة غادي توصل 1050 درهم في 24 و 1200 درهم ابتداء من 1026 ثالث وأخير إجراء هو منحة الولادة يتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية وتقدر هذه المنحة بالفين دهم عند الولاده الاولى والف دهم عند الولاده الثانيه